مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج موارد اللي راح نبحر فيه معاكم في عالم الاقتصاد. يلعب التمويل دور مهم للغاية في النشاط الاقتصادي سواء على مستوى الأفراد أو الوحدات الاقتصادية أو على مستوى الاقتصاد القومي، لكن ليش أصبح التمويل أمر مهم للغاية وكيف من الممكن وضع خطة ناجحة لادخار أموالنا؟ خلكم معانا عشان نتعرف على أجوبة هالأسئلة وأكثر. رجعنا لكم مشاهدينا ويسعدنا اليوم تواجد الأستاذ محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ معنا اليوم في هذه الحلقة. أشكر لكم وشكرا على الاستضافة. بداية أستاذ حدثنا كيف أصبحت التمويلات المصرفية حاجة أساسية في عصرنا الحالي؟ بداية نختريم الأسباب ظهور التمويلات اللي هي لتغطية الحاجة من حق المال لشراء سلع أو احتياجات أو أهداف معينة. التفكير اللاواقعي في تحديد الاحتياجات يمكن خلى التمويلات تكون هي عنصر أساسي لاتخاذ أي قرار سواء لتحديد أهداف أو لشراء السلع. متى يمكن للأفراد والشركات اللجوء للتمويلات المصرفية؟ بالنسبة للشركات يمكن القرار يكون فيها مدروس بشكل أكثر بحكم أنهم دائما يعتمدون في اتخاذ قرارهم بالتمويل على يعني الربح والعوائد من التمويل، فعادة يكون القرار اتخاذ التمويل قرار مدروس بشكل أكثر. أما بالنسبة للأفراد القرار راح يكون مناسب لما يكون في تفكير عقلاني في تحديد الأهداف والحاجات الأساسية سواء كانت من السلع أو من الأهداف أو الخدمات وغيرها. برأيك هل يمكن اليوم الاستغناء عن هذه التمويلات المصرفية وكيف؟ والله أنا إذا بتكلم معك بشكل واقعي أكثر عمليا هذا الشيء غير ما ممكن تحقيقه، لكن إحنا إذا بنلخصها في بعض الجوانب أو بعض الأمور التنظيمية لو الواحد خذها ممكن تنظم العملية التمويلية وتخليه يأخذ قرار صحي في عملية التمويل. وإذا تسمحين لي بس ألخصها لش في ثلاث نقاط أساسية، اللي هي النقطة الأولى اللي هي تحديد التفكير بعقلانية وتحديد الأهداف بشكل مبكر، يعني على حسب الإمكانيات. يعني على سبيل المثال لما الواحد اليوم بيشتري سيارة وهو راتبه بمبلغ 500 أو 600 دينار، هو ممكن يشتري سيارة تتراوح قيمتها بين 10,000 إلى 50,000 دينار، لكن لو الواحد فكر في إمكانياته هو بيتوجه طبعا حق السيارة اللي ممكن تؤدي الغرض وفي نفس الوقت تتناسب مع إمكانياته المالية. أما بالنسبة للنقطة الثانية هي متعلقة بالمصروفات الشهرية، إذا تم تنظيمها بشكل دقيق وبشكل مدروس هذا راح تساعد بأن الإنسان يقدر يأخذ قرار صحي وبطريقة أفضل حق عملية التمويل. أما النقطة الثالثة واللي هي الأهم اللي هي متعلقة بالثقافة الادخارية، احنا للأسف في مجتمعاتنا الحالية يعني ثقافة الادخار تكاد تكون ما بقول معدومة بس يمكن ما تمثل جزء أساسي حق عملية الـ يعني تنظيم المصروفات بشكل شهري، فالعملية الادخارية عملية جدا مهمة بأنها يتم أخذها بالحسبان. كيف يمكن للأفراد أنهم يضعون خطة ناجحة للنجاح في ادخار أموالهم؟ المفهوم الخاطئ اللي موجود اليوم عن عملية الادخار بأن الادخار لازم يكون بمبالغ كبيرة وأن لازم يكون على فترات طويلة، هذا شيء غير صحيح. الواحد ممكن أنه يقوم بعملية الادخار بمبالغ قليلة لكنه مستمر لفترة طويلة. العملية الادخارية أساسنا هي تكون ناجحة تحتاج ثلاثة عوامل أساسية اللي هي المبلغ ومدة الادخار وطرق الاستثمار. المبلغ ما في مبلغ يحكمها، الواحد ممكن يدخر من مبلغ 100 فلس إلى مبلغ يعني مفتوح 100-200 دينار على حسب قدرته المالية. أما بالنسبة للمدة فهو ممكن أنه يخليها على مدة طويلة، فكل ما زادت مدة الادخار كل ما قدر الفرد يوفر له مبالغ ممكن يستفيد منها مستقبلا. والنقطة الثالثة واللي هي يعني الأهم في موضوع الادخار اللي هي الاستثمار. في عندنا مصطلح نستخدمه عادة في مهنيا أن الادخار من غير الاستثمار يعتبر دمار، فالإنسان لازم دائما يستثمر مدخراته. الاستثمار لازم يكون في أوجه ما بقول مضمونة، أنا ما في استثمار مضمون، بس في استثمارات تكون شبه مضمونة أو على الأقل الإنسان أو الشخص العادي يعرف يعني العوائد اللي بتدخل عليه من هذه مصدر الاستثمار. على سبيل المثال في الفترة الأخيرة طلعت ظاهرة العملات المشفرة. العملات المشفرة يمكن من أخطر الأماكن اللي يمكن الواحد يستثمر فيها مدخراته، بس لكن لو هو استثمر سوى في تنوع في عملية الادخار ماله أو في أوجه الاستثمار مالته
بالإضافة إلى أنه حاول يفهم شلون تشتغل عملية العملات المشفرة وغيرها، ممكن يحقق عوائد مجزية. لكن في نفس الوقت هو لازم يحاول يتعلم ويفهم شلون هذه أوجه الاستثمار هذه تشتغل. أستاذ محمد بوحجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام، كل الشكر على تواجدك معنا اليوم. مستمرين معكم مشاهدينا في فقرات موارد، وراح ناخذ معلومات أكثر حول التوعية المالية والتمويل من خلال التقرير التالي، نتابع. تطبيق سبير بدت كفكرة لأن إحنا يعني يومياً ما يعني نصرف فلوس وندفع في أماكن مختلفة، لكن ما لما نيجي بنهاية الشهر ما ندري وين راحت فلوسنا، فكنا قاعد نشوف شنو موجود في المنطقة، شنو موجود في الخليج، وايد في تطبيقات موجودة برا في أوروبا في أمريكا، لكن لما نيجي نشوف بالمنطقة عندنا مو موجودة بهالتفصيل حق العميل العادي، especially الفئة اللي يعني خلينا نقول اللي هي من 20 ل خلينا نقول 45، قاعدين هم مثلا يحصلون رواتب، يصرفون على نفسهم على عوائلهم، ولكن لما نهاية الشهر ما في ترتيب لهذا، فقلنا خلينا نشوف إذا نقدر نطبق شيء مثله في المنطقة، وهذا اللي بدأ التفكير مع سبير. اخترنا البحرين لأن تطبيق سبير يعتمد على تكنولوجيا اسمها المصرفية المفتوحة. شنو المصرفية المفتوحة؟ تسمح حق العملاء إنهم يربطون حساباتهم المالية مع شركات غير البنك، فمثلاً أقدر أخذ معلوماتي اللي في بنكي وأربطها في تطبيقات غير تطبيق البنك. هذه التكنولوجيا موجودة في أوروبا، موجودة في سنغافورة، أمريكا، وأول دولة اعتمدت هالتكنولوجيا عندها في الخليج هي البحرين تحت المصرف البحرين المركزي. اعتمدوا هذه التكنولوجيا وفرضوا على البنوك انهم يفتحون خلينا نقول الاي بي ايز او التكنولوجيا اللي تسمح حق العملاء انهم يربطون حساباتهم. ولما قررنا نفتح في البحرين الحمد لله حصلنا يعني اقوى دعم من المصرف البحرين المركزي ومن مجلس التنميه الاقتصاديه وكل البنوك انه يساعدونا ان نوفر هذه التكنولوجيا في البحرين، والحمد لله الحين احنا يعني فتحنا التطبيق حق العملاء ويقدرون يربطون حساباتهم في تقريبا كل البنوك البحرينية. طبعا خدمات اللي توفرها شركة سبير مطلوبة ولها يعني خلينا نقول قابلية في المجتمعات الخليجية، بما ان نحن ما عندنا وجهة تحثنا على الصرف الذكي والتوعية المالية، ووصلنا لمرحلة من التقدم ما شاء الله من ناحية البنوك والتطويرات والحلول الرقمية، بحيث ان احنا نقدر يعني نحل كل امورنا المالية من خلال تطبيقات، من خلال مواقع إلكترونية، ولكن ما في تطبيق أو موقع إلكتروني بالأخص يهتم في الوعي المالي والصرف الذكي. فهني تي شركة سبير توفر هذه الخدمات للأفراد وللشركات. فشركات فخدمات سبير تنقسم إلى قسمين. في طبعاً التطبيق الشخصي اللي ممكن العميل إنه ينزله ويربط كل حساباته البنكية فيها، ومن خلاله طبعاً يتبع الصرف، يحط أهداف مالية، يضع ميزانيات معينة، ويتبع صرفه بطريقة مجزأة أكثر. فأنا كعميل أقدر أشوف مثلاً بالضبط كم قطيت في محلات معينة في شركات معينة، وأقدر من خلال أن أنا يعني أوعي روحي أكثر عن صرفي وأتبع طرق مالية أذكى في الصرف، بحيث أن أنا أقدر أصل لأهدافي المالية وما أحرم نفسي من الأشياء. لأن إحنا عادة يعني عندنا فكرة شوي سلبية عن التوفير أن هي لازم أنت تضحي في جانب عشان أنت تستفيد من جانب آخر، وهذه شيء مو واقعي. هذه شيء احنا جايين يعني موجودين ان شاء الله بمساندة البنك المركزي والبنوك البحرينية، ان احنا نوعي الناس ونقول لهم ترى يمديكم انتوا تصرفون وتستانسون، ويمديكم بعد ان انتوا توصلون حق اهدافكم المالية وتبتعدون عن العادات السلبية.
رجعنا لكم مشاهدينا. تقدم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية العديد من الخدمات اللي تخدم قطاعات مختلفة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات. راح نتعرف على بعض هذه الخدمات من خلال التقرير التالي، نتابع. وبكذي نكون وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقتنا لهاليوم. بإمكانكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. ودمتم في رعاية الله.